الطيه الصحيه طب لي ما كان صح ناقصين في ليتا في دائره التثابيت ناقصين 100% 100%. جيت شوف السبيطار هنايا دوك تدخل نتاع الولاده تلقاه مهمشه ما كانش. اخويا النقائص اللي كاينين هنا كل شيء راه ناقص بالنسبه للحوايج كل شيء راه كلش راه ميت بالميوره باللي تحت المسائل هنا عيانين فهمت كيف. دروك لو كان يجي يضروا بالكاميرات نتاعهم ويحوسوا دروك يلقاو شحال من واحد مشرد تحت حيط ما كانش اللي جايب له الخبر فهمت كيف. كاين الناس اللي راهي باغي لا وين تسكن ما لقاش وين تسكن وجي طرا الى ما يقولوك راهي ساكنه وراهي ما كان لا سكنه ولاتنا حنا بالنسبه لدائره التثابيت ماشي توصل للمسؤولين. انا مثلا باغي نهضر على الشريحه نتاع الجيش الوطني الشعبي اللي كانوا في مكافحه الارهاب. مثلا انا يعني خادم 3 سنين في مكافحه الارهاب من 98 حتى ل 2000 كي جا قرار نتاع الوئام المدني خرجنا دوك هاني خدام في البلديه نخلص 2 ملايين في البلديه. مثلا دوك راهي الزياده نتاع الاسعار مثلا الناس اللي كانوا في الرابلاج دوك راهم يدوا في 4 ملايين. يا هل ترى انا عندي حق في الجوله هذه الجزائريه ولا ما عنديش حق؟ نطالبوا احنا بمرافق رياضيه نحتاجوا الى اماكن ترفيه حديقه ولا ماني كيما هاك. المهم نخرجوا من كونجي ما نلقاوش وين نرفه. السطات الثاني هو صايم ما نهضروش عليه خلاص هذاك تروح تدخل ليه دور كتلقي التيره قلت لك غبره يلعبوا في الغبره ما كانش. البلاصه الثانيه هي تدخل ليها تلقي الماتريال ناقص لا بيسين في شحال من سنه راه مسكر دوروا عليه السياج وسكروه الفيروس نتاعو تقلع. زيد شوف التريك ثاني كاين تريك من عريان الراس متصله مع تريك بشار هذه الاولويه في نورمو يخدموها راهي قاعده كيما هكا. لي ترونسبور يجيبك من اضرار يحطك هنا عند البلديه تقول له غابت مني ما يدخلكش يحطك عند البلديه علاه. مرافق رياضيه اغلبها من عدمه لا استاد مليح الدركه لعبوا في التيف غبره الغازو قالوا باللي راه في المشروع راه باغي مازال ما شتناش. الشباب خاصهم المرافق لابيسين مبلع استاد مغبر ما في قالوا باللي راه ما المهم النشاط كاين الشبيبه ناشطه كل شيء ناشط الخدمات والمرافق ماهيش متوفره. توظيف الشباب اغلبهم مهمشين اغلبهم شوماج نهار كومبلي هو بوانتي في القهوه من 8 ل 12. شركات يجوا من الاجانب يتوظفوا يجيبوا معاهم الخدامه من البعيد يخدموا الشباب مهمشين مريحين نهار كومبلي هو مريح. الخدمه ما كانش الديار هنا يقسمهم تدفع دواساك يقسمهم بالعرف ترانسبورات هنا نتاع المدرسه هنايا ما يجوش قليل هنا العيال هنايا ما يقعدوا حتى لستة سبعة نتاع العرب باش يجي من النقل. كان الديار ما يمدوهم الناس الخدمه نتاع رحنا البيرو مونديفر دفعنا قالوا لك لازم تكون عندك كارطه نتاع الارمي جبناها لهم وهكا راهم يدخلوا بالعرف. عندنا نقايص خير الله من الفرع كامل هذا نتاع التثابيت من طلعها وزيد لهيه سمعت هذيك من حطوها احنا كبلاد وحده ما فيهاش تفرق هذه من ديك ولا ديك داش وانما خويا عندنا نقايص عندنا خاصنا الحمام ما عندناش خاصنا خويا الاراضين وين نخضروا وين نفلحوا. حنا اليوم بينا نتشكلوا على دراعنا ونتشكلوا على الاراضين اللي راهي خاويه يديها الريح اللي خرج عليه قايله ما لقاش نخله يدخل تحتها ولا شجره بينا نعمروها ما حدنا في الحياه حتى لما تعلمناش حنا نعلموها الصغار الشباب نغرسوها فيهم من اليوم مش حتى نهار اللي نموتوا حنا شكون باغي يولي يفهم منين نموتوا منين نموتوا نمل ياكل نمل الباقي يهمل. حنا اليوم بينا نورو لهم حنا بينا نورو لهم واش يديروا كي يغرس كي يخدر كي يدير الفئه نتاعت الخضار. قطاع الصحه اولا اللي يفتقر العديد من الخدمات مثل اخصائيين خاصه طب العظام وطب العيون. ايضا الامبيلونس هاي كل خطره تطيح ان بوان باش يجيبوا الامبيلونس زينه زعما اللي باينه كل خطره يبدلوا فيها شحال من واحد يخرجوه من هنايا قرف في نص الطريق يتوفى فوق سبع هنا في بروش ما يتوفى علاه. نورمالمون السبيطار هذا يكون كبير كاع الامور تكون موفره فيه. الراديو كيما قال لك قبل قبيله السيد كان يهضر الراديو يبعثك من هنا حتى الاضرار روح دير الراديو فوت تما كنور. واحنا الامراض النساء اللي تولد
التنيم هذه الحاجه اللي نركزوا عليها. ثاني الراديو الاشعه ما كاش يجي هنا يقول لك روح مشي بعد 60 كيلو باش دير الراديو، يعطيك طبيب يعطيك الاخر يقول لك روح مشي دير الراديو روح ليا. انا بمجرد ما انك داير مصلحه نتاع الاسعاف داير الاستعجالات داير الاخر يجي فوق الطبيب يعطيك يقول لك روح مشي دير الراديو روح ليا. دير لي راديو هنا نتاع الاستعجالات اللي جا مستعجل يدير الراديو ويروح. صيدليه خاصه، صيدليه نتاع الدوله، الصيدليه الخاصه افضل من الصيدليه نتاع الدوله، توجد فيها ادويه متوفره خير من افضل من الصحه نتاع الصيدليه نتاع الدوله. وهكذا وما خلاوش الصيدليه الخاصه، ما بغاوش يعطوه سكنه، ما بغاوش يعطوه نستقر باش يوفر الخدمات والادويه للسكان. والصيدليه نتاع الدوله ما فيهاش لا هاي درك راهي مبلعه. نقائص بزاف بزاف فيما يخص خصنا اخصائيين في طب العيون، طب الاعصاب، في كل بالتقريب كاع